رسالة أمريكية تصل للحكومة العراقية: ابتعدوا عن مقرات الحشد. تقول لهم يا خمس ليش ما تطقهم مباشرة؟ يعني ليش ما تطقهم هم ما يدرون؟ تودي لهم رسالة ما سمعوا هسه. قلت حاط الرسالة وين؟ على كل المواقع والتلفزيونات. سمعوا وشردوا. ايش بيقوا هاي؟ حتى انتوا ما يريد يطقونه. لان بعد عندهم شغل. والله شنو ابتعدوا يعني هذول قبلهم ابتعدوا. هسه انت قلت يعني لا 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 ابتعدوا وتالي. هذول هم ركضوا. ومن الظل ابداع كل شيء ماكو، حتى شالوا هم متعلمين مو كل حوازم، شالوا حتى المكيفات وشالوا. شنو شغلتكم؟ شنو غايتكم؟ هاي انت جاي تقول لهم شردوا، احنا ترى راح نضرب. حتى يجيني واحد يقول لك راح يضقونهم وردت الامريكان وراح يسوون كذا. انا ليش اضحك من يجي تجي قوات امريكا؟ انا ليش اسوي مهزله؟ لانهم ما يضربونهم. هم كل فتره من تزيد الحكي يختاروا لهم واحد اثنين هم يشتكون علي الجماعه، يقول لهم والله باقي باقي هوايه هذا ما خلانا حصه. يقول لهم زرقوا له او انطوني الرقم مال التليفون. اي رقع مثل هذا اللي سوى ذيك المره قتلوهم اثنين من ثلاثه. يعني هاي من خلال الالاف يطقون لهم واحد بالسنه يا عشرين. حتى تعرفون هاي المساله شلون تصير ويا امريكا. امريكا تضحك علينا، ما تضحك عليهم لان هم متفاهمين. هم عندهم هدف كبير، والهدف هذا لو يدرون به هذولي مناعي الوالدين شان قالوا عمي خلي شويه. ولكن هذه خلاص غرتهم الفلوس. الفلوس هي اللعبه بحالها. الان هذا شاف ما شاف ما نكملها. واشنطن ترصد 10 مليار دولار مقابل معلومات عن 6 مسؤولين سبرانيين. شوف شوف سوت بإيران 6 مسؤولين سبرانيين في الحرس الثوري الإيراني. تقول واشنطن إن هؤلاء قاموا باختراق أنظمة التحكم الصناعية التي تستخدمها الصناعات والخدمات العامة الأمريكية. هجم بيتكم على هالكذب. لك أنتم تريدوا تصعدون واحد يوصلونه ماكو. بس هو أنتوا أمريكا يعني أنتوا صنعت الكمبيوتر، أنتوا سويتوا هاي النظم الإلكتروني. شلون اخترقتكم هاي وعودكم هاي كل الأنظمة اللي تحمي حماية هاي الحماية كلها الإلكترونية، وأنتوا أهل المايكروسوفت وأنتوا أهل المدرشين. النوبة 6 مخربطين بإيران يخترقون. شين هالمصيبة السوداء؟ بيمن طحنا بيا شياطين؟ ايش قاعد يلعبون بعقولنا ذولي؟ تستخدمها الصناعات والخدمات العامة الأمريكية. مش هسه ما مشكلة، مو مشكلة هاي تمشيها على ناس ما يفتهمون، تمشيها علينا. شفت شلون السبرانيين وين وصلوا؟ إيران سبرانية. إيران هم دي تذكرون سوت بيهم امريكا ذيك المره وطفت لهم الجزمه القطارات، طفت لهم المواصلات، طفت لهم حتى البنزينخانات طفت. عشان هاي النوب 6 سبرايين طفوا عندكم هذا اخترقوا النظم. ذاك اليوم تقولون احنا شخذنا كل الملفات وطيناها لاسرائيل. اجن بيتكم على الكذب هذا. اي والله